مباركا، ليكن مباركا بإنجازات المرأة الأردنية والمرأة العربية، ليكن هذا اليوم مباركا، والمرأة الأردنية التي كانت حركتها المنظمة في سبيل تقدم مجتمعها ووطنها قد نشأت منذ نشأة الدولة الأردنية الحديثة في بداية الأربعينات، فمنذ الأربعينات من القرن الماضي بدأت الحركة المنظمة للمرأة الأردنية هنا في الميدان رافعة شعارات شديدة الوضوح جمعت فيها بين الوطني والاجتماعي، ثم انضمت إلى حركة المرأة العربية في أول مؤتمر عربي عقد، كان ذلك عام 1944 بقيادة الدكتورة هدى شعراوي، وقد حضر هذا المؤتمر 6 وفود عربية: مصر، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان والعراق، وفود الدول التي كانت تستشعر خطر الحركة الصهيونية على الوطن العربي، فجاءت لتتصدى للمهام والتحديات الاجتماعية والسياسية والوطنية معا. وكان العالم العربي يفيض بالمشكلات التي خلفها الاستعمار في ذلك الوقت والحروب العالمية الأولى والثانية، ولكن النساء كنا شديدات الوعي وشديدات النضج، ويدهش المرء عندما يقرأ هذه الوثيقة، وثيقة الاتحاد النسائي العربي العام الصادر عام 1944، ليكتشف هذا الربط بين الوطني التحرري والاجتماعي الديمقراطي. نعم، كانت المرأة الأردنية ووفد المرأة الأردنية بقيادة أول محامية أردنية هي المحامية الراحلة إيميلي بشارات، وبعد أن عادت جرت عدة محاولات لتأسيس إطار منظم للمرأة الأردنية، نجح عام 1954 وذلك بمساندة الأحزاب الوطنية والتقدمية الأردنية، وبدأت المرأة تطالب في شرق الأردن وغربه، بدأت المرأة الأردنية تطالب بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية، وكانت حركة منظمة واعية شاملة تعاونت فيها معها كل السلطات، ووزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، ووزارة الصحة، وكل الوزارات، من أجل القضاء المبرم على الأمية ويعني إحداث توعية صحية نوعية إضافة للتوعية السياسية والمشاركة في التظاهرات السياسية والعمل السياسي الذي كان في ذلك الوقت يعني متاحا ومهيئا. كان للمرأة الأردنية كل هذه البصمات، ونحن اليوم نستذكر كل النساء الأردنيات الرائدات، ولولاهن ولولا هذه الشجاعة التي عهدناها إما قرأناها عن أزمان مضت أو أننا عرفناها وعايشناها، لولا هذا لما تطورت حركة المرأة الأردنية إلى هذا الحد وإلى حتى الآن. والصديقة العزيزة خديجة حباشني تذكرني في إحدى الصور الواردة هنا بمشخص المجالي. مشخص المجالي لمن لا يعرف تصدت للاستبداد التركي في أواخر العهد التركي في الأردن، وأعتقد أنها سجنت، وكانت هناك عدد من النساء اللاتي تصدينا لهذا الاستبداد في نهاية العهد التركي وفي الأردن، وكان يعني هناك يعني وضع مختلف تماما عما جاء بعده. وتتالت الحركة المنظمة للمرأة أيضا، كان في هناك بطولات فردية وكان في هناك عمل جماعي منظم، ونحن ننحاز دائما إلى كل منهما، نقدر العمل البطولي ونقدر العمل الجماعي المنظم أيضا، وها نحن نشهد ما نشهده الآن. وأنا لن أطيل عليكم لأن هناك فقرات أخرى في البرنامج، لكن أقول أننا في هذا العام فقط في عام 2021 فقدنا رائدتين كبيرتين، هما سلوى زيادين وأسمى خضر، وقبلهما فقدنا
الأخت دعيد معاذ أيضاً كانت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، وأطال الله في عمر كل الرائدات اللاتي لازلنا يناضلنا في صفوف الحركة الوطنية الأردنية. أنا فقط قبل أن أختم أريد أن أركز على ما يلي. نريد أن نقول تحية لكل النساء الرائدات في أي مجال من مجالات العمل المدني. نحن عندما نتحدث عن إنجازات المرأة لا يجوز لنا فقط أن نحسب إنجازات المرأة في الجانب السياسي ووضعها في الأطر السياسية فقط وإلى آخره، بل وضع المرأة في كل المجالات وفي كل الأطر المدنية، الصحة، التعليم، المهارات، الرياضة، الإبداع الفني، الإبداع الأدبي، كل أنواع الإبداعات. هكذا يصنع المجتمع المدني، هكذا تصنع مدنية المجتمع ورقيه. ولهذا السبب نقول تحية لكل النساء الرائدات والمبدعات في كل مجال، ولولا هن لولا هذا الفضاء لما استطاعت ولن تستطيع الأحزاب السياسية أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام. أقول هذا وأنا أفتخر وأعتز أني أنتسب إلى حزب سياسي تقدمي ديمقراطي يتبنى قضية المرأة وتحررها جزءا عضويا في برنامجه الوطني والاجتماعي. تحية لكل الأحزاب السياسية التي تتبنى قضايا المرأة، لكل الأطر القانونية التي تدافع عن قضايا المرأة، لكل من ترفع شعار التقدم والتحرر إلى الأمام، شعار المساواة في الحقوق والواجبات، شعار العدالة التي هي حصيلة من حصيلة المساواة في الحقوق والواجبات. كل التحية والتقدير لكم جميعاً واسلموا. شكراً.